حاجة في ايه؟ هايدي انا من الاشخاص اللي في الاكاديمي. انا طلعت مرتين توب 1 وطلعت كمان توب 2 بصراحة مش فاكرة، بس مرتين كمان تقريبا، وكنت في توب 5 يعني لمدة حوالي 6 أسابيع. أكيد أي إنسان مش يعني مش معصوم من خطأ. أنا غلطت في البرايم اللي فات شوية، ما كنت متوترة شوية، ويعني مش هقول إني ما توقعتش إني أطلعش نوميني، بس اللي ما توقعتوش بصراحة إني أطلع مع إنسان بعزه جدا، علي، وقدي إحنا جمهورنا واحد وقدي إحنا بنحب بعض. فدي اكتر حاجه كانت مزعلاني. انا يعني لما عرفت ان انا كنت نومينيه انا ما اتصدمتش، انا اتصدمت اكتر لما عرفت ان علي كان معايا نومينيه. طبعا اكيد اي انسان في الدنيا يعني بيبقى نفسه انه ياخد فرصه تانية. انا نفسي اخد فرصه تانية عشان انا بجد استحقها، وبجد اتمنى ان انا ارجع الاكاديمي تاني، واتمنى من كل الجمهور ان هو يصوت لي. ويعني اكيد هشتغل على نفسي اكتر، هحاول احقق حاجه احسن واكتر. مش هات الأساتذة يعني هما بيقولوا دايما ان صوتك كويس وصوتك حلو وركزي اكتر يا هايدي، بس يعني انا خذلتهم البرايم اللي فات اني ما كنتش مركزه شويه، كنت متوتره اكتر من اللازم. اكيد اتمنى ان انا ارجع الاكاديمي تاني، وان شاء الله لما ارجع هشتغل احسن واحسن واحسن عشان ما اخذلش نفسي قبل ما اخذل الجمهور وقبل ما اخذل الأساتذة، لان عندي كتير قوي اقدمه. والحمد لله يعني ربنا مديني حاجات كويسه قوي اقدر استغلها وأقدر أطلع كل حاجة، ويمكن لسه ما طلعتش منها إلا حاجات بسيطة. فلو في نصيب إن شاء الله يعني هخلي مصر فخورة بيا أكتر من كده كمان، وأخلي الناس اللي بتحبني فخورة بيا أكتر من كده. لو حابين إن أنا قدمت في ستار أكاديمي وعايزين أكمل وأقدم لكم أحسن كمان إن شاء الله، صوتوا لي على رقم 1. نتمنى إن شاء الله أنتم تصوتوا.